سي وليد، مشروع نوليد سينيس كواسنيا المنتخب يحاول ما امكن هذه الصمزي ما ينضج نيمورال المنتخب المغربي بالفعل، يعني نفاشيغا نيمورال دنيس المنتخب الدون 23 سكواس، ولكن هسا على مستوى الدفاع المنتخب المغربي لانتفى خمسه ديمورال قلت 18 18 المات، يعني نستوى اشرف حكيمي نزراوي الوحيدي نستوى الخف يعني ادم ازنو تشيبي، يعني يغور غير الدوبلور بزاف. ممكن انه في اطار تشبيب او الصمزي المغري نيمورا المنتخب انا في المقارنة الدانين اتموش الفرصة هي ادم ازنو الوحيد يكث من التظلمات او لانينغوش ثاني ميرث تفهمت الاولى اسكت انت كجاوبك رشيد المشروع ديال وليد يعني في السنتين كان بالفعل هادشي غير واش يعني واش غنلقاو زراوي في لانغوش ولا غتعطى فرصه لادم ازنو واحد ممكن. شوف دابا ديما انا كندير لا ليست ومن بعد عندي اون سيمين ديال الخدمه مع الدراري لي بلاتفورم نشوفو حتى الولد كيفاش كيتادابتا، ولا شفنا ملي اي واحد يقدر يلعب في لاغوش ومزراوي باش نحطو له حقه حتى هو. ملي انا جيت كيتعذب في ماشي ما كيتعذب باسكو سي با التيرم بالحق يفي دي ساكريفيس سي سا كيفاش كنقولو بالعربيه ساكريفيس كيلعب في واحد البوست اللي ماشي ديالو وفي بايرن ولا في مانشستر كيلعب اغيير دروا. يمكن نقدروا في هاد لي دو ماتش نجربوا لو كونترير ولا نجربوا مزراوي في البوست ديالو ازنو في لاغوش غنشوفوا. بور مومون ما نقدرش نعطيك لا كومبوزيسيون علاش ديما كنشوفوا على لا سيمين على لي بلاتفورم بالحق اللي نقدر نجاوبك سورتو على مزراوي خصنا نعطيو له حقه اللي بور مومون ما شفناش في البوست ديالو اغيير دروا جربته ميليو تيران ديفون.